له وجهة نظر في قناة الجزيرة على ما أعتقد. تفضل تفضل. نعم نعم نريد أن أنا أنت مريد توثقت المواطنين التوانسة على قناة الجزيرة، لأنه هذا عنده أسبابه، لأنه قبل الانتخابات كان حجم كبير من البرامج اللي كانت تتقدم قبل الانتخابات 23 اكتوبر كانت موجهه، وكان الحظ الاوفر كان لحركه النهضه، احببنا مكرهنا، والشعب التونسي قال اذا كان الجزيره تعتبر روحها اعلام نزيه دونك لازم يتعامل سواسية مع الاطياف السياسيه. انت تتحدث الان الى قناه الجزيره. نعم انا في هذه اللحظه تحدث قناه الجزيره. قناه الجزيره نعم. بخلاف هذا ما ننكروش ان الكلام هذا مش نقوله توا مش باش يتعدى بتلفزه، لانه قناه الجزيره عندها أجندة سياسية متاحة. ما هي أجندة سياسية؟ أجندتها السياسية اللي هي موجودة في قطر، والنظام القطري هو المدعم لها، والنظام القطري عنده ارتباطات كبيرة هو والولايات المتحدة الأمريكية ومن وراها الكيان الصهيوني. وذلك علاش نقول لكم سامحني عطيوها الكلام لقولكم هذا الدم ونعرفوا هذا شكون. إذا كان ثم جرأة كبيرة، إذا كان ثم موضوعية في طرح المواضيع، قولوا هل في قطر اللي تشجع على الربيع العربي، هل في قطر ثم أحزاب، هل في قطر ثم حريات، هل في قطر ثم معارضة، هل في قطر ثم شعبيات؟ قطر تحتضن في أكبر سارق في تونس، أكبر سارق تونس، أكبر مجرم تونسي هو سخر الماطري، واحتفر ليلة رأس السنة الميلادية احتفل بها في قطر على عيون النظام القطري، وحتى حد ما حاس وصلت وجهة. لا لا خل نكمل دعنا نسمع آخرين. نعم.